جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أنا فتاة ملتزمة دينيا ولله الحمد، وتكمن المشكلة عندي في عدم إقبالي على دين الله وكتابه بشكل كامل، ويدخل الشك في قلبي من استجابة الله لدعائي، وأحس أنه يأتي بعكس ما أحب وأدعو. أرجو أن توجهوني إلى هذا حتى أكون خاشعة، إذ أني كثيرا ما ألجأ إلى إغماض عيني من أجل أن يبقى ذهني مركزا فيما أقرأ وأدعو به. جزاكم الله خيرا. المسلم يدعو الله عز وجل ويجتهد في الدعاء، ولا يكون في نفسه يأس أو قنوط من رحمة الله، لأن هذا من الشيطان. الله جل وعلا أمر بدعائه ووعد بالإجابة، فيحسن المسلم ظنه بربه. وقد جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فالذي يدعو الله يحسن الظن بربه ويوقن بالإجابة، ويجتهد في الدعاء ولا يتطرق إلى نفسه الياس والقنوط. وكما جاء في الحديث: لا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، بل يكثر من الدعاء ويلح، ولا يستجوب مع الشيطان في تطرق الياس إلى نفسه. وقد جاء في الحديث أن المسلم إذا دعا ربه عز وجل فإن الله عز وجل إما أن يجيب دعوته ويعجل له ما طلب، وإما أن يؤجله إلى وقت يكون أنفع له مما لو عجله. فالمسلم إذا دعا الله سبحانه وتعالى موقنا بالإجابة فإنه لن يفلس أبدا، إما عاجلا وإما آجلا. والله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، ولكن يلتزم المسلم بآداب الدعاء، ويتجنب أكل الحرام وموانع الدعاء، ولا يدعو بإثم أو بقطيعة رحم.